وبعدين ناوي على ايه؟ انا عارف بقى، هو لفيت على كذا ورشه اشوف فيهم لقمه عيش فاضيه مفيش، شكلها كده فقر زي وشك. طب وتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني بعد كل اللي حصل مش عايز تسمع كلامي برضو؟ رجب مش عايزين لت وعجن ساعه صباحيه، مش هرجع لايام الشقلبه. وما ترجعش ليه؟ طلبت معاك تتوب قلت وماله، براحتك، واديك مشيت في سكه الحلال لحد ما جبت اخرها، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ اتلطيت في اللي مالكش فيه ورجعت مرمي هنا تاني بتتحايل على اللي يسوى ولا ما يسواش. يا عم انا عايز اتحايل على اللي يسوى ولا ما يسواش، بطل زن بقى. يا محسن سيبها بالعقل كده وفكر يا صاحبي، لو على الشغل هتلاقي، بس يوم ما تضلم هتضلم فوق دماغك انت، عارف ليه؟ عشان اللي زينا مالهمش توبه، شغل زمان هيفضل ينط لك في اي حته تروح فيها، وفي الاخر هتتشد وما تطلعش منها، هترجع تترمي هنا تاني. يا عم انا عايز اترمي واتمرمط، وانت مال اهلك؟ انت ليك حاجه عندي ليه؟ وده عشان العيش والملح بس يا محسن. الليله ليله ايه؟ دخلتك؟ لا يا شبح، ليله في شغلانه هعملها انا والواد عزيز، فيلا جنبنا هنا في الماريوتيه هنقلب منها قرشين حلوين، ومحتاجين تالت، قلت انت اولى من الغريب. لا والله. طب بالهنا والشيف انت الجوز بعيد عني، انا مش هتحايل عليك، بس بقول لك فكر في بنتك وفي مصاريفها، شغله مش هتلاقي، ولقيت مش هتعمر، انما بايديك يا محسن ومعايا مش هتلاحق على الرزق. قلت ايه؟ ما تقولش، فكر وانا هعدي عليك هنا بالليل، لو لقيتك هاخدك في سكتي، انما هتعمل لي فيها الشريف العفيف